نروح للسماوة إلى غير موضوع. نعرف أنه إحنا عندنا بالعراق مصابين كثر بموضوع غسيل الكلى. الكلى بها أمراض كثيرة، لكن موضوع غسيل الكلى بحد ذاته هو مرض يعاني من عنده الكثير، يحتاجون زيارة دورية إلى المستشفى لغسيل الكلى حتى يكون على قيد الحياة. يعني موضوع شائك، كل العالم مهتم بهذا الموضوع، عندها مراكز. إحنا عندنا في السماوة هناك مركز اسمه مركز الأمل والحياة، أجمل ما فيه أنه يستقبل المرضى مجاناً، يتم استقبالهم ولحد ما يتم غسيل الكلى ويخرجون من المستشفى مجاناً، وهذا شيء إحنا نتمنى من وزارة الصحة تتبناه في بقية المدن. نروح نشوف الناس شنو حكت عنه وشنو حكت عن هذا المركز، قد يفيد الكثير من الناس المصابين بموضوع غسيل الكلى. اهلا بكم مشاهدي قناه الشرقيه متابعي برنامج اهل المدينه. احبتي المشاهدين، اليوم سلطنا الضوء على مركز الامل والحياه، وهو مركز متطور جدا لغسيل الكلى، انشئ حديثا من قبل شركه جامبرو الالمانيه بكلفه 1.7 مليار. طبعا هذا المركز المتطور يستقبل 10 اشخاص دفعه واحده، يوفر خدمه غسيل الكلى مجانا دون ان يكون هناك عناء على المواطن بالسفر الى محافظات اخرى او الى دول اخرى. سنلتقي مع مدير المركز والكادر الطبي الموجود في هذا المركز ليحدثونا عن تفاصيل وكيفية إجراء العلاج في هذا المركز. سنلتقي مع احد الممرضين القائمين على هذا المركز، وهو حرب، مسؤول عن، يعني هو ممرض خفر، راح يحدثنا عن آلية غسيل الكلى او عمل هنا بالتفصيل، وعن عدد المرضى اللي يستقبلهم هذا المركز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حرب، ممكن تحدثنا عن عملك هنا اولا؟ احنا عملنا هسه على غسيل الكلى، على ماكينه غسيل الكلى، بعد ارسال الدكتور للمريض نقوم بعمليه غسيل حسب تحديد الدكتور 4 ساعات أو 3 ساعات. طيب عدد المرضى اللي يستقبلهم هذا المركز؟ والله تقريبا باليوم يعني تجينا 3 شفتات، يعني كل شفت 7 مرضى تقريبا أو ثمانية. زين المرضى هنا يعني علاجهم مجانا يكون؟ أكيد مجانا. مجانا. زين قبل أن ينشأ هذا المركز شلون كان علاجهم يعني؟ أكيد كانت والله يعني والله هو طبعا هو أكيد هم كان مجاني، بس شنو يعني كانت عندنا 3 أجهزة وغير شركة الجامبرو. كان فريزينيوس وبيبراون، وبس 3 أجهزة وتقريباً 4 شفتات. يعني استمر الغسل لثلاثة بالليل والله. حلو. زين الآن يعني إيش قد وقت العمل الآن؟ 7 أيام بالأسبوع، 24 ساعة على طول تشتغل؟ 24 ساعة، بس الجمعة تبقى على حالات الطارئة، يعني إحنا مسوين جدول للمرضى. زين تعانون من نقص جهاز معين أو مادة معينة في هذا المركز، أم إن المركز متكامل من كل الجوانب؟ والله إحنا يعني كتعاقدت الشركة ويدارتنا على انه يعني مرضانا قلب، بس من انفتح هذا المركز صار اقبال المرضى هواية. يعني جتنا احنا كنا يعني تقريبا شفتين وقلنا ونخلص المرضى، فتفاجئنا يعني استقبلنا مرضى وجتنا مرضى جدد، وكنا الناس مرضى كانت تغسل وغير محافظات، فمن عرفت المركز جديد واجهزه جديده اجتنا، فيعني نحتاج كم جهاز. زين احنا سمعنا انه الغسيل هنا مجاني، واكيد هو مجاني مثل ما قلت. زين قبل هذا المركز ايضا كان مجاني غسيل الكلى؟ اكيد مجاني. والتكلفه في باقي المحافظات او في دول الخارج شلون راح تكون؟ يعني تكلفه غسيل الكلى يعني لو يمكن هذا المركز موجود في المحافظه شلون معاناه المواطن في محافظه السماوه؟ يعني قصدك اذا كان مثلا، اذا كان في دوله اخرى راح يجري غسيل الكلى ايش قد تكلف العمليه تقريبا؟ والله اكو يعني غسلوا عندنا جماعه يعني راحوا للاردن تقريبا. خدمة جيدة فوق الجيدة، يعني هو الولد هذا حرب غسيل يمكن 3 مرات بدون يعني مجازفة، بدون هباري، بدون سحب سوائل، اللي عنده جلطة دماغية. قال له دكتور عمي غسله وعلى الله مو على واحد، هاي اللي صحيح. والله أنا يجي لك يقول لي لا والله حجي هذا ما يفيد غسل، أخذه وروح. يعني حتى لو عندي معنوية أنا راح تهبط معنويتي. زين الغسل مجاني هنا كله مجاني؟ اي مجاني مجاني. زين قبل هذا المركز هم شنت تغسل كله؟ اي كنت بالنجف. بالنجف؟ اي. وش قد تخسر فلوس او يعني مصاريف حتى توصل نجف؟ هم مجاني بس المعاناه مال الطريق واجرة السيارات بس هم مجاني. زين سابقا كنت تروح للمستشفى هناك غسل كله بالمستشفى؟ مستشفى اي كان الكلمي. هذا المستشفى هذا؟ اي كان واحده قديمه ذيك. بس هذا لا 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 هذا احدث من ذاك. شلون كان غسل بذاك المركز؟ هم نفس هذا بس الاجهزه كانت مو مثل هذه. يعني عليها ازدحام هواية، يعني ما يقدرون يخلوا لك مثل براحتك شوكت ما جيت، يعطونك سر يقول لك يوم فلان تعال يوم هذا تعال، هسه شوكت ما جيت يقول لك تفضل.
والله انا عندي مريض هذا صار له شهر، واول بدايه من خذت للنجف لحقتني كروه هوايه 150 سياره مرجع، وبعدين دخلت هنا يوميا بالاسبوع اجي مرتين. خدمه جيده ومتعاونين وانا كلش الكادر هاي مضبوط، وعندنا الدكتور انس يساعدنا حيل، والدكاتره كلش طيبين. شلون هذا المركز زين خدمات القدم؟ والله والله مضبوطه كلش جيده. بس النهار لو بس بالليل لو على طول هذا حرب موجود ليل ونهار. اي والله هي بها يعني خفر، بها خفر مسائي خفر حرب. ان موجود كل وقت نجي موجود، نجي بالجمعه موجود، نجي بالليل موجود حرب، نجي بالنهار نلقى. زين هذا المركز مجاني؟ مجاني ما تصرفون يعني؟ لا ما عايش اي فلوس ما نصرف. شفنا الاستطلاع، هو اللي محتاج غسيل كلى يستقبل المرضى مجانا، وهذه خطوه مباركه، ونتمنى يعني من وزاره الصحه انه تفعل مثل هكذا امور مراكز صحيه، حتى لو كانت باسعار رمزيه، يعني اكو ناس مثلا 500 دينار 1000 دينار لا باس، لكن غسيل الكلى يحتاجون طبعا، يعني اكو ناس مثلا اسبوعيا وشهريا. موضوع شائك موضوع غسيل الكلى، واعتقد انه هو مكلف في المستشفيات الاهليه يكون مكلف هذا النوع خاصه اللي هو غسيل الكلى، بس خطوه ايجابيه تحسب لاداره صحه سماوه اللي هم قاموا بافتتاح هذا المركز ليستقبل المرضى مجاني ويغسلون الكلى بكل الايام وبثلاث شفتات يومين مثل ما قال احد المتحدثين، ثلاث شفتات باليوم يستقبلون المرضى، وهذا كله انه ايضا مجاني يعني.